مسكر. انا هو كل يوم يا استاذ مسكر. اعمل لك ايه؟ انت اللي ظابط نفسك على الجردل. وبعدين ايه الريحه الوسخه دي؟ دي ميه طبيخ. طبيخ؟ انت ايه؟ طب خرج لين جوزك النهارده؟ ازاي يا معلم تسيب صبايك ياخد العيش بتاعك؟ ينفع كده؟ اه ينفع. الغنم جعان. تاكل الغنم العيش بتاعي؟ يا واد خلي عندك شويه رحمه دي ارواح. لو ارواح تبعي. يعني اهم ارواح في المنطقه. طب لو سمحت يا معلم خليه يجيب عيش بدل الراح. مش هيحصل. يعني ايه يا عم يا فتوانه؟ اخلص يا جليل الرجالي. انت بتضربني؟ هاري انا ضربت يا خالد. مين اللي ضربك يا؟ انا ضربت خلاص. مين اللي ضربت في الحاره وتهزان يا خالد؟ ما حدش ياخد لنا حقنا في الحته دي. مين دلوقتي يا فتوانه المنطقه دي ضرب هاري باختي؟ هو المعلم حصل. وفيها ايه؟ الله وفيها ايه افضل ما يمد ايده عليك؟ فيها ايه اخوك الكبير وضربك؟ وبعدين احنا متعودين ان اخواتنا الكبار بيضربونا. والكبار هيفضلوا طول عمرهم كبار واحنا بنتضرب. يبقى نتضرب من غير غاغه بقى. ها؟ نتضرب بقى من سكات بقى ومن غير غاغه. قلت لي عليا يا خالي. اخرس يا جاز لما هو بتطلع فوق تحت. انا بقولها لك. بقولها لك من غير خيسه. اسفين قوي يا معلم حصوه واعلى ما في خيلك اركبه. حته وسخه ومدير غير بالدراع وراجل جلابيه قاعد على الكرسي وعامل لي فيها معلم. انت حبيبي وحشتيني. ايه يا فولا ما خلاص بقى. ولا طالع ولا نازل. وقفان انت زي لقمه في الحوض. تعالى جوه. بس تعبيط يا بنت. يا بنت اهدي بقى. اهدي شويه بقى. اهدي. اي هو ليه هنا المطر هتنطر؟ تعالى اقول لك. تعالى جوه يا بنت. خشي بس هقول لك. انت مجنونه. اه ده مش بتحب ده. هقول لك. اهدي اهدي. الله الله الله. ايه ده ايه ده؟ ايه الصوره دي؟ ده ابويا وامي. والله وده وانت صغيره ولا ايه؟ يا بنت بقك مستفز. انت كلك مستفز. انا بقى هوريك اللي عمرك ما شفته. بلدي يا واد. انت ما فيش مثال. دي دراسه طلوع الروح دي ولا ايه يا بنت؟ ابوك هيوديني في ده لسه متخانق معاه تحت. ابويا ظالمني يا تتا وحرمني من حلم حياتي اني اكون رقاصه. هو انت اللي هتنجدني يا تتا؟ ليه وانت هتنتحري؟ لا امال ايه؟ هتتجوزني وتشغلني رقاصه. هنكسب دهب يا تتا. ايه اللي هنكسب دهب؟ وهي دي فيها كلام ساعتك. طبعا نكسب دهب. ده احنا مش بعيد نكسب الجمعيه التاسيسيه ونقبضها الاول كمان. غوري يلا يلا غوري. بس حلو كده سر. انت بس لو تبطلي بس تتفرجي على افلام الفنانه ناديه الجندي حياتك هتبقى مستقره. وانا عايزه استقر معاكي يا بنت. يا بنت يا بنت بتعيط. غوري بقى يا بنت. غوري بقى يا بنت. انا بالصالون يا بنت اللذينه. تعالى يا بنت. ايه بقى؟ بس مش عني تخطي. طب وحياة امي لو اوريك يا تتا. اه حصل يا بنت. ضربني ياما ضربني بجد يا بنت. يبقى حبك يا منكوسه يعني اطمن ياما. اجري يا بنت شوفي لنا محطه رقص كده نهيص شويه. توحشني قوي يا مستر. والله عدتكم انشبع منها. احنا مش بنشبع منك يا بروف. هنستنى الميعاد اللي جاي على نار يا مستر. ان شاء الله. نار اسمه خلاص بقينا بنبض على راسه. ازيك يا تتا؟ كويس. انت عامل ايه؟ بوم. ما طبعا لازم تبقى بوم. وايه اللي مقطع هدومك بالشكل ده؟ يا بس كنت بتفرج على فيلم الكرنك. جبت لي كتاب الطبيخ اللي قلت لك عليه؟ مستنيه انت. صح؟ اهو. كيفية الحش و في الفنجان غاوي حاسه. وانت ستر ربنا يهدي العاصم يا رب. بتنجان اسود برضو. اه ياني سلامتك يا قلبي. هادي هادي Thank you.
خلاص بقى هادي. وانا مش خلاص جبت لك حقك قدام الناس بقى بالحاره تحت الحاره الوسخه دي؟ وبعدين انا كنت كمان عمال اضربك برضك، عمال اميز لك كده عشان يبقى كله في المنص ويبقى انت كده خلاص فاهم الحكايه. مش هو ده المفروض اللي افهم ايه بقى؟ انت بتضربني بجد؟ ايه هز؟ اما اكلمك بص لي هنا، بص لي هنا لما اكلمك. ايه كبرت خلاص؟ زورك بقى وسع كده؟ هنجركزك بقت عريضه خلاص بلغت؟ كلام البطاطي، كلام البطاطي هذا عشان خاطر الريح تعدي، وكل هذا من اجل خوف عليك. خوف ايه؟ خوف ايه يا خالد؟ انا اصحابي قطعوه يا حسوه ده ولا حاجه. يا انت ما بتحسش؟ عمال اظهر لك في جسمي وعمال اقول لك يا هادي وبتاع، وانت برضه كمان ما بتحسش خالص. يعني يا خالي الواحد يسكت عن حقه ويسيب الظالم يبرطع؟ ألذ حاجه، ألذ حاجه ان انت تكون نايم واكل على قفاك و24 قراط وزي الفل. طب عايز ايه تاني؟ نايم متظبط نفسيا محطب وزي الفل. في ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ وبعدين هي كلها 60 70 سنه اللي هنعيدهم في الدنيا، اوعى تكون حاطط فكر في دماغك ان انت خلاص مخلد موجود كده على طول زي مفصل دماء. يا هادي احنا هنضيف على الدنيا خلاص، ويا بخت منظره وخف. والله يا خالي مش عارف اقول لك ايه. ايوه كده ارجع لاصلك ارد. تعالى خد موضه كده، تعالى خد مكانك يا وسخ، تعالى تعالى خلاص كده. ده احنا خلاص من الناس خلاص خلاص. طيب انت هتتحرك بيا خلاص. خدك سجيل برضك، تعالى ولا ايه؟ ايوه حاضر، ايوه حاضر، ايوه حاضر جاي حاضر. يا رب عدى 60 70 سنه دول على خير. ايوه ايوه حاضر جاي اهو، حاضر حاضر خلاص خلاص. انا زي في الحته دي خلاص، انا زي في اهو خلاص خلاص. اتفضلوا يا ست الزمانة. خش يا بنت يا فولة ومعك النقاش. ادخل يا استفرشة. حاضر يا معلم. الله، هما فتحوا شارع جديد من شقتي ولا ايه؟ بصي بقى يابا، انا عايزة الركنة دي وصدقي مزغزغ. حلوة. والصالة بقى ياما عايزاها بوبوقي مزعرة. ايه بؤبؤ مزعرم دي؟ بؤبؤ مزعرم بس بس. ايه الريحه على الارض؟ انت ايه فطران بامبرز؟ فطران بامبرز على الصبح. والسقف بقى ياما ماله؟ عايزاه كيراميكا مسلح. اصل المعلم قرني اكبر تاجر جديان اللي هيتجوز دي ما عجبتوش غير الشقه دي. قرني قبل ما يجوزك؟ اه. طب انا هستفيد ايه لما تقعدوا معايا هنا في قلب السقه وتتجوزوا؟ هاخد رز اكس. اسمع بس بلاش لماضه، تعالى. ما هو ده كان كده كانت لغايه ما نجهز لها شقتها، وبعدين هسكت من عليك الست شهور المتاخرين. بجد؟ اه. لا وايه، وهسلمك الشقه مدهونه ومتروقه. لا وايه يا تتح، خد التقيله. ايه هتسخ فوسي؟ لا يا راجل. امال ايه؟ انت ليك عندي كيلو لحم ضاني كل اسبوع عشان تبر بيهم نفسك. بجد بالمصحف؟ اه والله. لحمة ضاني ضاني؟ اه. خد امدي بقى امدي. لا طب اديني فرصة افكر، انا موافق. هات لحمة ضاني ضاني ضاني. تفتح عشان الدنيا تفتح. يلا تفتح خلصني. ضاني صح؟ ضاني. انا عارف طعم الضاني. كمان هنا تفتح. ايوه اهو. خد الفضل. واحدة ليا. اه. واحدة ليك. بس بعد ما سجلهم في الشهر الوكاري. ها يا اخي، امال ليه بيقولوا عليك ان انت راجل وسخ وسيء السمعه كده؟ مين اللي بيقول كده؟ الحته كلها بتتكلم عليك، بتقول ان انت اوسخ راجل وازمل واحد في المنطقه. انت عمال تلوك معاه في ايه؟ خلصت ولا لسه؟ لا ما خلاص، الراجل موافق وكل مضى وموافق على الرحيل. ارحل يا تتح. ايوه ارحل انا، اذا كان علينا خلاص انا ممكن ارحل. بس يعني طب الواد 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 الغلبان المسكين اللي نايم ده على الترابيزه، بقول لك ايه ياما؟ ايه؟ بس سيبوا له الاوضه اللي على السطح. والنبي ياما حنيتي يا موكوسه حسوه. اه. ادي له الاوضه اللي فوق السطوح. الاوضه دي ايه؟ انت بتقولي ايه يا ولية؟ ولولو عليك ساعتين وسكتوا يا بعيد حسوه. طيب. استخدمتها زيزه. طب ممكن تديك بالجزمه.
هز المفتاح. هز المفتاح. ما انت خلاص عرفت ان انت مدرسايه. والمعلم راح والمعلم جه ويا دوب سلب وجلابيه طالعه ونازعه السن. حسوه. ما تصحينا يا ابن القتيل ده. ايوه ما انت ما تصحوش ما تزعجوش الولد. الولد نومه خفيف. واسع يا عم واسع يا عم واسع يا عم انت هتفزع الواد ايه الواد لسه صغير. ده بص نايم عامل ازاي؟ هادي. قوم يا هادي قوم. هادي. ايه خير وحيد؟ يلا يا حبيبي قوم هادي. انا صح يا ولد. هادي. هادي. ايه خالو؟ يلا قوم خاطر عشان خاطر احنا خلاص خدنا الروف الجاردن اللي على السطح. تعالى يا هادي. تعالى خش شوف. شايف؟ شوف تحت تعرف وبمفتاح. في حد في العيله سال مفتاح قبل كده بميداليا؟ ابوك الله يرحمه كان معاه حدوة حصان في رقبته. ايه ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ إيه شفت يا هادي؟ اسرير راجل كان مزمزع عشان خاطر مش عايز يديني المفتاح. انما كده خلاص احنا خدنا. ايه ده يا واد ده؟ ده تلفزيون يا خالي. تلفزيون؟ ده تلفزيون؟ مبطط؟ تلفزيون مبطط؟ ايوه يا خالي. وموصل للدرجات دي؟ اه يا خمر اسود. اسمه ليد. ده حديث؟ ده حديث ده؟ ده اللي يدور بدا يا خالي. اشتغل. الحق يا خالي ده التلاجة مليانة أكل. هات كل الطعام فورا جديلا.